في أخبارنا مع حضراتكم، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال، وقد أثارت يعني هذه التعديلات تخوف بعض العاملين من أن تكون يعني خطوة لخصخصة الشركات أو المساس بحقوق العاملين بشركات قطاع الأعمال. للتعرف أكثر على هذا القانون احنا معانا عبر الهاتف سيادة النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. صباح الخير سيادة النائب. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك معانا. يعني بداية فكرة عن المشروع بقانون المقدم من الحكومة. خلينا نتكلم الأول بداية عن المشروع القديم. المشروع القديم معمول من سنة 91. عارف حضرتك إن احنا كل فترة كده بنراجع مجلس النواب أو الحكومة بتراجع أداء المشاريع أو القوانين اللي هي شغالة فيها. فالمشروع النهاردة بقى 29 سنة شغال، كان شغال في ظروف اقتصادية معينة ما كانش فيها قطاع خاص، كان بينظم عمل شركات قطاع الأعمال العام. أثناء التطبيق للمشروع بتحتاج إنك أو للقانون نفسه الأساس بيبقى في بعض العيوب اللي بتظهر، فبتحتاج إن كل شوية بتراجعي الأداء بتاع القوانين اللي عندك، فممكن تضطر للتعديل. فالمشروع اللي جه هو تعديل 16 مادة من القانون القديم وإضافة 6 فقرات للمواد اللي موجودة حاليا وحذف 4 مواد علشان يبقى متسق فيه. بس تمام. طب يعني حدد القانون مدة فترة سماح يتم خلالها توفيق الأوضاع؟ بالظبط يا فندم. بالظبط يعني تم تحديد فعلا حدد مدة سنة للشركات اللي هي المستمرة اللي ما فيهاش مشاكل، وثلاث سنين للشركات اللي فيها مشاكل في خسائر كبيرة في رأس مالها. طب الموقف في حالة يعني تعثر الشركة في توفيق أوضاعها؟ الموقف فيها وقتها لا، ده هيبقى القرار النهارده، هو قرار زي أي شركة في القطاع الخاص. الفرق كانت النهارده أو أحد أهم الأسباب النهارده عشان نعدل المشروع إن كانت شركات قطاع الأعمال شغالة بطريقة بعيدة شوية عن اللي شغال بيها القطاع الخاص، فده كان ممكن يؤدي في بعض الأوقات للخسائر. يعني النهارده القطاع الخاص لما تبدا النهارده يخسر جزء من راس ماله بيبدا النهارده يبص على استمراريه المشروع من عدمه. فانت النهارده عندك شركات ممكن تكون خسرت اكثر من راس مالها او القيمه الاسميه لراس مالها اكثر من مره وما زالت مستمره. طب النزيف دوت ده نزيف بمال عام، مال عام يمتلكه 110 مليون مصري. فالنزيف دوت لامتى؟ فلو النهارده مش هيتقدم بيها النهارده مجلس الاداره الخطه واضحه وصريحه للاصلاح ويبدا ان هو فعلا يبدا ينفذ فيها وياخد جديه فيها او يقدر يشيل الشركه، لازم احنا النهارده نبص للشركه دي من استمرارها من عدمه. طب في الحاله ده هيبقى المشكله او يعني اهم حاجه بالنسبه لنا هي ايه؟ هي النهارده العمال هل النهارده هيتم دمجهم في شركه اخرى؟ بالظبط. او يتنقل لشركه اخرى؟ هل النهارده هيتم ان هم ياخدوا حقوقهم لمن يرغب منهم بالكامل؟ كل الحاجات دهاتي دي كانت اهم حاجه، ان الحفاظ اهم حاجه على حقوق العمال. بالظبط. ده كان سؤالي لحضرتك، يعني السؤال الاهم في هذه النقطه والقانون وهذا القانون هو المساس بحقوق العاملين. لم يضار عامل. تمام. القصه دي ظهرت ان مجالس ادارات الشركات في القانون الحالي. تمام. كانت اكبر من التعديل اللي اتعمل، يعني المجلس كان ممكن يوصل ل 15، دلوقتي القانون الجديد اكبر مجلس هيبقى 9. فلما بتسعى دهية لما تيجي تعكسي هيكل الملكيه عدد تمثيل النقابات العماليه هو اللي قل. تمام. فتمثيل النقابات العماليه دي حاجه وحقوق العمال حاجه ثانيه تماما، فحقوق العمال لن يدار عامل نهائي بالقانون الجديد، على العكس. ده كان الاول، النهارده هو ممكن النهارده الشركات الرابحه ياخد ارباح لا تجاوز 12 شهر من مرتبه، لا تجاوز مرتب سنه، لا النهارده تعالى انت اشتغلت وكسبت الدولة الرقم مفتوح ان شاء الله يطلع 50 شهر 60 شهر اي كانت الحكايه. حلو جدا. بالظبط فهمت. طيب يعني سياده النائب، يعني برضو في قلق من العاملين من ان يكون التعديلات دي تمهيدا لخصخصه الشركات، فيعني رد حضرتك على هذا التخوف. خلينا نقول بس يعني كلمه الخصخصه دي مش كلمه وحشه. يعني مبدئيا يعني هي مش كلمه يعني حرام ولا عيب ولا اي حاجه. تمام. ولكن طب ما احنا في التسعينات الشركات دي اتخصصت او جزء منها اتخصص وهي كانت بنفس القانون. فهو لا طبعا مش الهدف منها في الاخر هو الخصخصه، الهدف النهارده ان انا بتمتع بالمزايا اللي بيتمتع بها القطاع الخاص
ما نتحرمش منها كشركات قطاع اعمال، وفي نفس الوقت بقرب من نفس بيئه العمل اللي بيعمل بيها القطاع. يعني ناخدها من الناحيه الايجابيه، ما نفكرش بطريقه بالظبط. انما زي ما حضرتك شفتي في التسعينات كان في خصخصه وما كانش في وكان نفس القانون، فمش محتاجين قانون. يعني الموضوع مش محتاج قانون، ولو ان برضه برجع اكرر هي مش كلمه يعني لعيب ولا حرام في الجزء. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.